أصيب مستوطن إسرائيلي جديد مساء اليوم الجمعة بجروح خطيرة في منطقة بيت عنون في ضواحي الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال جيش الاحتلال في بيان إن المستوطن أصيب في إطلاق نار، ويتم البحث عن المهاجم في المنطقة. وقبل الحادث بساعتين وفي منطقة غير بعيدة أصيب مستوطنان إسرائيليان برصاص الاحتلال برصاص بالقرب من الحرم الإبراهيمي في الخليل. ويجري جيش الاحتلال عملية ملاحقة لمنفذي العملية.